يعني ماشي سعيد بهذا الخبر. فعلا حز قلبنا وكنا يعني صدمنا في هذا اللاعب اللي بالنسبه لنا امل باقي صغير، فكنتمناو ان شاء الله الشفاء العاجل، كنطلبوا من الله انه يشافيه، وخاصه على انه باقي صغير، فيمكن دغيا يكون عنده لا ريكوبيراسيون ويرجع دغيا، وان شاء الله ما تاثرش فيه هذه الاصابه وهذا الكسر ما ياثرش فيه، ويرجع ان شاء الله للملاعب ويرجع ويصاوب الحلاوي ويتطور هو كلاعب ونطور الوداد معاك. وهذا ما كنتمناوش، وكنتمناو لهذا اللاعب الشاب باش يعودنا للميدان، وان شاء الله كنوعدوا الجمهور باش نعديو ليه ان شاء الله الفوز هدية لهذا الشاب. وهذا ما كنتمناوه صديق عادل، كنتمنى انني نكون قربت الجمهور ديال فريق الوداد من كل ما كيتعلق بالحصه التدريبيه اللي خذ الفريق صباح اليوم. ما يعني ما تخداش كما قلنا، نعاود نذكر بان فريق الوداد ما خداش الحصه التدريبيه في الوقت المعتاد اللي هو الساعه 4، لانه كما جعل ذكر لسان الكاتب العام وكذلك المسؤولين ديال الوداد انهم اصطدموا بانه كاين هناك ماتش غيتلعب في نفس التوقيت، وكانت هناك بعض العراقيل، واضطروا ان الحصه التدريبيه ديال فريق الوداد نذكر يعني خلافا لكل ما هو مكتوب وكل ما هو كيتقال، فالحصه التدريبيه ديال الوداد بدات مع 12 ومع 11 ديال الصباح، دامت حوالي ساعه وربع، وكما جعل ذكر لسان سي ناصر فالحصه كانت خفيفه وكانت كذلك تميزت حضور جميع اللاعبين. بالنسبه للحاله الصحيه فكل لاعبين في حاله جيده، وبالنسبه للغياب ديال سموتيس كذلك كانت هناك هضره كثيره. سي محمد نجاش لانه خدا جوج ديال الانذارات معك عادي. السؤال اللي طرحوه بزاف الناس وكذلك السي حميد البرهمي حول ايوب الخالقي، فين كاين كيدير الصحه ديالو، واش باقي واش غيرجع فوقاش غيرجع؟ ايوب الخالقي شنو كتقولين يا سي العرب؟ بالنسبه لايوب الخالقي كما تعرفوا من الاصابه اللي عنده حاليا ما عندها حتى شي علاقه بالعمليه الجراحيه اللي كان دار. بالنسبه لايوب الخالقي وقع عليه واحد الكسر في التيبيا ديالو اللي كيتسمى سيتي فاكتور دو ستريس اي دو فاتيك، يعني ديال القلق وديال التعب، لانه هو قضى واحد العام كما تتعرفوا العام اللي دار العام كله قضى بالنسبه له من بعد الكسر اللي كان وقع عليه ودار عليه العمليه الجراحيه، والعام كان متعب عنده بزاف. هذه حاله تتوقع عند اللعابه الكبار، مع الاسف تطلب واحد شويه ديال الوقت ديال الراحه، يعني لغوبو فيزيك بسيشيك، يعني الراحه الجسميه وراحه حتى النفسانيه، يعني من تنقولوا راحه نفسانيه خاصو حتى يبعد على الجو ديال الكره والجو ديال الرياضه والجو ديال سميتو باش يلقى راحته. يعني هذه حاله خاصه دكتور، حاله خاصه يعني نقدروا نقولوا بان بالنسبه لايوب الخالقي يعني في الاخر ديال شهر 9 غادي يكون واش ان شاء الله. سمعنا حيد لي بلاك مالي بلاك لا انا كما قلت لك هذه الحاله اللي عنده ما عندها حتى شي علاقه بالعمليه الجراحيه اللي كان دايرها عند الدكتور عيسي. العمليه الجراحيه اللي كان دار كان كما عرفتي كان دار المباراه ديال الفتح، وفي المباراه ديال الفتح ملي دار العمليه كانوا داروا ليه ديفيس ولعب، وكان خاصو داك لي ديفيس يحيدو من بعد ما كان رجع من الفريق الوطني كان حيد لي ديفيس، ما كان عنده حتى شي تاثير ذاك العمليه. اللي وقع عليه هو هذيك لا فراكتور، وهذيك لا فراكتور ما تتبانش في راديو ستوندار، يعني ما تتبانش غير في اشعه عاديه، كتبان واحد الاشعه مخصصه لها اللي سميتها لا سنتيغرافي، وهذيك لا سنتيغرافي هي اللي بينات لنا ذاك الكسر، ذاك شبه الكسر اللي وقع ليه في التيبيا ديالو. وامتى يرجع ايوب الخالقي؟ الى كما قلت لك الحاله النفسانيه يعني يكون واجد يرجع شهر 9 لاعب اخر اللي هو ياسين الرامي. ياسين الرامي الحمد لله راه ما كما شفتوا هو في التدريب ديالو تيكون في التدريب ديالو، يعني مع لوكيني حتى مع لوكيني ديالو تيجري. بالنسبه لياسين الرامي حتى هو دابا غير يعني مده ديال شهر تقريبا يرجع ويكون حاضر ان شاء الله. وهذا ما كنتمناو، كنتمناو ان ياسين الرامي وكذلك ايوب الخالقي وكل لاعبين من فريق الوداد يرجعوا ويلتحقوا بالفريق عادل. اذا كانت هناك اي اسئله او شي حاجه كنتمنى ان يكون قربت الجمهور من كل ما يقع داخل بعثه فريق الوداد، كل ما كيتعلق بالتدريب، كل ما كيتعلق باللاعبين الحاله الصحيه ديالهم، الغيابات، تناولنا لي سموتيس، تناولنا كذلك حصه التدريبيه اللي كان مقرر انها تكون في 4 ورجعت مع 12، يعني كنتمناو كل الحظ لفريق الوداد اليوم غد اللي في المباراه ديالو اللي غيواجه فيها فريق الجوليبا حوالي الساعه 4 بالتوقيت ديال مالي والخمسة بالتوقيت ديال المغرب، وراديو مارس دائما في المتابعه وفي قلب الحدث. عادل اليك الخط. شكرا لك صديقي سي محمد بوتوزاز، اكيد اننا غادي نرجعوا معك ان شاء الله
في تصريحات اخرى مع اللاعبين مع الطاقم التقني مع كل الفعاليات ديال الوداد ان شاء الله باش نقربوا المستمعين الاوفياء والمحبين ديال الوداد من الاخبار ديال الفريق ديالهم اللي غيلعب غدا مباراه صعيبه وصعيبه مع بطل الدوري الالماني جوليبا. المباراه غدا ان شاء الله كيف قال سي محمد غتبدا مع الاربعه. الوداد لعب الحصه التدريبيه ديالها اليوم ما دارها بكري ما دارهاش في الوقت في نفس الوقت مباراه لان نفس الوقت مباراه كان غيتلعب في هادشي ولا عادي في افريقيا السي حميد راه بطبيعه عادي تمشي تلقى واحد اللاعبين تلقى واحد الفلوطيل ديالك تقضوا شعل بالليل موسيقى هادشي وهذا هو الربح اللي كنربحوه من اللاعب المحلي اللي كيمارس في البطوله الافريقيه بهذه الجولات اللي كيقوم بها مع الفرق ديالو في كؤوس الافريقيه كيكون متريني على هادشي وملف عليه في الوقت اللي كيمشي للمنتخب الوطني ما كتجيش غريبه لا الطقس لا حراره لا والو لا هذا لا هذا كيولي متعود عليه بينما كتجيب واحد يقول لك انا غادي نمشي فين موزمبيق راه اسمها الموزمبيق يدخلها يقول لك 10 السوايع 11 ساعه ديال الطائره 12 ساعه ما ساهلاش